صوت العرب فين؟ تسقط تسقط إسرائيل، تسقط تسقط إسرائيل، تسقط تسقط إسرائيل، تسقط تسقط إسرائيل. نعم للمقاومة الفلسطينية، نعم للمقاومة الفلسطينية. عاشت غزة حرة أبية، 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 عاشت غزة حرة أبية. يا غزاوي يا حبيب، يا غزاوي يا حبيب، اضرب دمر تل أبيب، اضرب دمر تل أبيب. يا غزاوي يا حبيب، يا غزاوي يا حبيب، اضرب دمر تل أبيب، اضرب دمر تل أبيب. أول مطلب للجماهير، أول مطلب للجماهير، قبل سفارة وضرب سفير، قبل سفارة وضرب سفير. ثاني مطلب للجماهير، ثاني مطلب للجماهير، قبل سفارة وضرب سفير، قبل سفارة وضرب قفل سوارة وطرد سفير. الإبادة الجماعية إخواننا في فلسطين يهال عليهم التراب في المقابر في اللوادر والحفارات. هذا الأمر يتنافى مع الإنسانية، يتنافى مع كافة القيم العالمية. ننادي هؤلاء الذين يتشبثون بحقوق الإنسان من دول الغرب، أولئك الذين أنشأوا مؤسسات للرعاية بالحيوان والرفق بالحيوان وهم يضربون الإنسان بالأسلحة المدمرة دوليا وعالميا، نقول لهم لا والله لن يمكنكم الله أبدا، والله لن يمكنكم الله أبدا، وإن نصر الله لقريب. باسم وباسم نقابة المحامين في الإسكندرية وباسم النقيب العام والنقابة العامة نقيب الأعضاء، نعلن أننا ندين ونستنكر ونستهجن وبكل قوة وبكل ما أوتينا من قوة هذا العدوان الإسرائيلي، ونعلن أننا ندعم شعب غزة بأموال وأنفسنا وبدمائنا، وعلى استعداد لتبرع بدمائنا، ولو أتيحت لنا الفرصة لكنا إلى جوارهم جنبا إلى جنب، نحمل البندقية ونقاتل إلى جوارهم صفا إلى صف، ونقول لإسماعيل هنية يا هنية لا تترك من يدك البندقية، يا هنية لا تترك من يدك البندقية. هؤلاء قوم لعنهم الله من فوق سبع سماوات، هم الذين قالوا يد الله مغلولة، هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لا يصلح مع هؤلاء تفاوض ولا يصلح مع هؤلاء أي شيء، وبالتالي نحن نسمن دور القيادة السياسية في مصر في فتح المعبر وعدم قبول أي مساومات أو مفاوضات دبلوماسية على أرض سيناء. سيناء أرض مصرية حتى النخاع، وهذه الأرض تخص مصر وأبناء مصر، ولا يمكن التفريط في جزء منها ولو بالدم ولو بالروح. وبالتالي نحن نسمن دور القيادة السياسية المصرية على مواقفها الحاسمة في هذا الأمر. السلام عليكم.